من واقع التعليقات ربما نشاهد تفاعل الناس مع المشكلة، كل واحد ينظر لها بزاوية محددة. هناك فعلا من يتغرب من أجل تجميع القسط الأول ثم يرجع ليجد الأسعار ارتفعت أكثر، فيه مشاريع حتى في الإعلانات التلفزيونية التي نشاهدها في المحطات المصرية مثلا، مشاريع مبهرة، أرقام مبهرة، شقق فاخرة ومحاذاة لمشاريع عالمية. نسأل، هل هناك غياب في المعلومة الحقيقية المقدمة للمواطن بشأن مشاريع الإسكان؟ هل هذه المشاريع فعلا وهمية أم أنها موجودة والدولة غير قادرة على إنهائها؟ طبعا هو في مؤشرات كتير بتقول ان السكن موجود وفي سكن ومفيش توافق ما بين الطالبين وبين السكن الموجود. دي كلها مؤشرات، مفيش اكيد في الموضوع ده. اللي اكيد ان مفيش ان في ازمه سكن، يعني ده اللي اكيد. والازمه دي مش في مصر بس، في اماكن كتيره في العالم. سوق السكن دايما بيتقال عليه اللي هو سوق اللي هو البابل يعني بيبقى في القاعه، ممكن على اساس ان الاسعار بتزيد لاسباب وهميه. يعني ممكن حد يقول كلمه يبقى في مثلا اشاعه ان هيحصل حاجه في العقارات، في الاراضي، الدوله هتبيع، الدوله تشتري، فالاسعار تفضل تزيد او بتتاثر بالاسعار التانية اللي موجوده في الدوله. فالمشكله بشكل عام ان لو احنا عندنا، او طبعا في مليون مشكله، بس لو احنا عارفين مثلا نظام الدوله، نظام الاقتصاد، لو محاور الاقتصاديه معروفه معلومه وفي طريقه ان الواحد يبقى عارف ازاي يقدر يقدم على سكن معين ويبقى ضامن الموضوع هيمشي ازاي اصلا. يعني احنا هنا في لندن السنه دي في 1,800,000 طالب سكن اجتماعي بيسموها، او الكونسل اللي هو سكن البلديات. ففكره ان بيبقى في طلب كبير على سكن اجتماعي مش فكره غريبه، في كل العالم بيبقى موجود. وعاده بيبقى في، بنوصل لمرحلة بيبقى فيه انهيار. طيب في أين الخلل؟ يعني وزارة الإسكان هل هي عاجزة بشكل استراتيجي أو علمي لتحديد ما يتطلبه السوق لتقديم المعلومة على الأقل فيما هو متوفر بالنسبة للسكنات الاجتماعية، فيما هو غير متوفر بالنسبة لأصحاب الدخل المحدد بكذا؟ أين الخلل؟ أعتقد أن الخلل في وضوح الـ 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 الإجراءات عامة، او ده بيبقى الخلل الدائم في اي شيء بيحصل في مصر. في الفترة ما بين 2005 و2010 كان عندنا كان في مشاريع اصلا الحكومة قائمة بيها لإزالة مثلا بعض الأسواق والعشوائيات وإعادة تسكين السكان المناطق دي وأصحاب المحلات في أماكن تانية، وإعادة طبعا نقل محلاتهم في مناطق تانية في 15 مايو وما إلى ذلك. الناس اتقال لها انتوا لازم تمشوا في الوقت المحدد، ما كانوش عارفين يروحوا فين ويجوا منين. رحت معاهم مره انا، يعني وانا بشتغل صحفي للمحافظ مش المحافظ، انا اسف، بس مع سكان سوق التونسي. رحنا لمديريه الامن اعتقد، كلم المحافظ عشان كان في مشكله وكان في اجراءات ازاله في الفتره دي. اللي فهمته ان الناس ما كانتش عارفه، يعني ما كانتش عارفه نعمل ايه، نروح فين، نكلم مين. اللي كان عارف الظاهر انه كان بيحتكر المعلومات، ودي المشكله اللي بنسمعها مره اتنين تلاته. فاي حكومه جايه، يعني ما شفناش المشاكل دي اتزالت مع المجلس العسكري ولا مع مرسي، ومش تتشال في السنه دي او السنه اللي بعديها. بس الفكره في ان يكون في وضوح، نعرف ايه الخطوات اللي هتتاخد لحل المشاكل البسيطه. السياسه الاجتماعيه محمد، يعني قانون الإسكان الاجتماعي، صندوق تطوير المناطق العشوائية، كل هذا لماذا لا نجد له تجسيدا في الواقع؟ ولازال المستفيد يعني ليس من المناطق العشوائية بالنسبة للسكن ولا بالنسبة السياسة الاجتماعية التي تتبعها الدولة في حل هذا الموضوع؟ عشان السياسه وضع، يعني لما الحكومه قررت تشيل ايدها من السياسات عامه، ما كانش في منهجيه محطوطه بشكل واضح وصريح ازاي يعني الموضوع ده هيتم.
فمثلا في موضوع دعم الطاقه، وجدنا ان اصلا الطاقه في الفتره دي كان المستفيد الاساسي منها او رجال الاعمال واصحاب المصانع عرفوا ازاي يستفيدوا من دعم الطاقه. لما يبقى في فساد ممنهج موجود في نظام دوله او في حكومه بمحلياتها باجهزتها المختلفه، اعاده او تفكيك الاجهزه دي واعاده تركيبها بيكون موضوع أساسي أو بيكون شيء عادة بيكون يعني أولوية. لو شفنا في جورجيا اللي حصل، كان عندهم مشكلة، كانوا بشكل رمزي مشكلة في الفساد بعد ثورة اسمها الروز ريفولوشن أعتقد، بعد أول ما الثورة خلصت الرئيس الجديد اللي عمله شاف أكتر مؤسسة فيها فساد، فككها وعاد تركيبها بشكل رمزي، اللي هو إحنا بنعمل كده على أساس نوري إن الفساد محتاج يتفكك من مؤسسات الدولة ومن منظماتها المختلفة. يعني تبقى المشكلة تطرح علامات استفهام كثيرة. نحن في الحقيقة كانت لدينا معلومات ومجموعة من النقاط كنا نود أن نطرحها مع وفاء بكري المتحدثة الإعلامية لوزارة الإسكان، وقد وعدتنا فعلا بالمشاركة وتقديم المعلومات التي لم نطلب غيرها، لكنها تراجعت في آخر لحظة لأسباب لا نعرفها. على كل شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المشد الباحث الأكاديمي على مشاركتك معنا.